نشكر الأخوة الأجلاء الذين أتوا إلينا لكي نستفيد منهم، ولكن يعني لنا بعض الملاحظات. إننا كي لا يقال عنا ندافع عن جهة ما، وكي لا نصنف، إذا رأيت الرجل يسيل من يفوح من فاه الخمر فلا تحسب إنه سكران. نحن لا 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 لا, لا جهة إلينا لا نتبعها، إنما نتبع لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونحن في مسجد التوحيد صراحة هنالك نقرأ وندرس القرآن، وأخينا لقى قبل شوية الناس دي التخلف، هل نترك حلقات القرآن ونترك الصلاة ونجي في أي مسجد؟ وبس توضيح للنقطة دي، إذا كان في زي الأحوال نحن بنشوف يعني بنشوف بهم أعيننا، إذا كنا في 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 خلاف في خلاف صغير يعني ما بيصلي ورا زول يناقشك في نقاش، انت ما بيصلي ورا، وكيف ارعني نمشي وين هنا؟ وجزاكم الله خير. الحمد لله ما جاوبنا في مساء، الحمد لله اقعد ان شاء الله جاوب دي اقعد اجلس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، الجمع الكريم، الإخوة الأفاضل، الآباء الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. وزي ما قال شيخنا الفاضل شيخ أحمد البدوي، إنه فينا نحن قصدنا يا جماعة نبين الحق، وبيان الحق أحيانا قد ما يرضي بعض الناس، لكن برضو ما بنخلي الحق. والحمد لله معظم الناس نحسبهم والله حسيبهم ولا يزكى على الله أحد، إنهم قبلانين الحق معظم ناس الحلة دي. ونحن جينا هنا كم مرة لو تتذكروا قريب وقبليه وقبليه وقبليه، فما وجدنا إلا استقبال وكرم، وأنتم إن شاء الله على الكرم. ووجدنا أهم من الكرم ذاته، وجدنا قبول كبير جدا للحق، أليس كذلك؟ كلام ده صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. فنحن كلامنا ده ما قاصدين به يا جماعة ناس الغرية، لا لا لا، نحن قاصدين ناس قليلين يعدوا بأصابع اليد، بساط، ولد ولدين تابعين للترابي، في ولا ما في؟ في في. وكان المرة اللي فاتت المرة اللي فاتت كان داري ناظرني لو تتذكروا، مش كده؟ إذا في. طيب أشياء بسيطة جدا احنا قاصدين عالية، وده من باب حب الخير للناس يا جماعة، لأنه في صحيح مسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخير، الصلاة والصيام وكذا الخير، وكنت أنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: أنا تعلمت الشر عشان ما أقع فيه. فكون زولج يقول لك ده شر، والطريق ده شر، والطريق ده فيه شوك، والشيخ ده زول ضال، وده كويس، وده كعب، قصده يا جماعة عشان انت تمشي صح. والله الكلام اللي بيشوفوه سخن ده من اخواننا اللي قالوا ده، والله ده اعظم الخير، وده الدايركت تركب الدرب الصحيح. لانه الناس اللي تكلمنا عنهم دي كلهم والجماعات والاحزاب دي كلها، ما عندنا معاه مشكله في قروش يا جماعه، ولا عندنا مشكله معاه في واطاء او طين، ولا عندنا مشكله معاه في مرة أو نسب، مشكلتنا معهم في دين نزلوا رب العالمين من السماء. ده الموضوع. عشان كده المثل السوداني البسيط حقنا بيقول شنو؟ اسمع كلام اللي بيبكيك، وما تسمع كلام اللي بيضحكك. وهسه الأسبوع الفات ده يمكن في ولدين صغار بجاي قالوا ما في شعبي، فيه في واحد
او اثنين او ثلاثة تابعين للترابي فيه، حتى لو قلت ما في. جاي هنا في جامع بتاع انصار السنة ده قبل كم يوم، قال ما في عزم قبر ذاته، وقال هذا واحد هسه قال غير الله وغير الترابي ما بنعرف زول. في ولا ما في؟ في ولا ما في يا جماعة؟ في ولا ما في؟ في ناس تابعين للترابي. فقالوا انا عارف. فقالوا الحمد لله ناس الغرية ناس صادقين وناس امينين. طيب فقالوا هاي خلينا اوضح لهم يا عمنا. جاء في جامع انصار السنة البجاي ده، مش بجايو؟ قال ما في عذاب قبر، وقال وانكر حد الرجم، انكر حد الرجم. عرفت كلامي؟ طيب قال موجود، هاي موجود. طيب ما الا زول ينكر يقول الشمس دي ما في السماء، الشمس قاعده. وقال والناس سمعوا واخونا ده رد عليه وحصلت جوطه، ده حاصل. محمد مصطفى عبد القادر بالنسبه لانصار السنه اللي بيقولوا ما سب الصحابه لما جابوه في المحاضره، عرفت كلامي؟ واتكلم عننا قال الصحابه اقتتلوا بالسلطه قدام الناس كلهم، وفي ناس ردوا عليه من اهل الغريه، ناس خيرين، ناس فاضلين، ناس كبار قاموا ردوا عليه وقال له اسلوبك ده ما صحيح، ده حاصل. ما الا بقى حد الكلام كذب، والكذب ما عنده محل ولا عنده حقيقه ولا عنده رجلين بيقفوا عليه. شفت كيف؟ والكلام مسجل، ما جاني هو ده مسجل، كلام صوره وصوت. محمد صبح عبد القادر قال شنو؟ وده موجود. محمد صبح عبد القادر قال الصحابه اقتتلوا بالسلطه وانا بتحدى السعوديه كلها. موجود ومنشور في النت وفي غيره، وده موجود. عبد الحي يوسف، في واحد هناك واحد بس الحمد لله بيدافع عنه، عبد الحي يوسف ما جاء زار الشريف ودى الابيض بتاعكم ده ذاته، وحضر المديح الشركي والكفري حقه. هو ده مصور بالفيديو موجود، عرفت كلامي؟ موجود بالفيديو. ما خلاص، ما انت مدع... انت انت الحمد لله وحيد، انت واحد متعصب للناس زي عندك معهم مصلحه، عليمك ربك، عندك معهم حاجه عليمك ربك، ده دينهم السووه، عرفت كلامي؟ ده منهجهم اللي قالوا الاصلوا الناس زيل، عرفت كلامي؟ نحن والذي لا رب سواه نقول الحق، عرفت كلامي؟ كان بقى حار، كان بقى بارد، نقول الحق لانه الحق بيضرب رب العالمين. ربنا قال، ربنا سبحانه وتعالى قال: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ومبسوطين الحمد لله رب العالمين. طيب نمره واحد، اخونا ده قال، اخونا السائل جزاه الله خير، عمنا ده جسال هسه، قال اذا رايت الرجل يعني تخرج من فمه رائحة الخمر، او كلمه بالمعنى يعني، انا اقول كلام بالمعنى. فقال شنو؟ قلنا الله قال كذي والرسول قال كذي والدرب العديل كذي ودرب النجا كذي، ما تقول فلان قال وفلان. طيب قالت وفلان. انا جاوب على الاسئله واجاوب سؤالك. طيب فاجاوب على سؤال عمنا الفاضل جزاه الله خير القبيل، قال اذا رايت ان الرجل تفوح من خشمه رائحه الخمر، قال ما تظن انه سكران او كذا، الكلام ده ما صحيح يا جماعه. الصحيح انه ربنا، بس اجاوب السؤال ده ودي ما جاوب. نسمع كلامك الله قال ورسوله صح؟ نعم. انت تصير سب الناس مالك؟ لا تنازل سبيته. ماسك الصوفيه وماسك عبد الواحد وماسك عبد القيامه. طيب. ابقى في شو؟ تكون بس تقول لا قال ما بيعرف المهم انك. طيب. عمنا قال قول الله قال وقول الرسول قال. طيب ربنا الله قال في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طيب لو زول، اسمع كلامي، أنا جاوب لك سؤالك يا خال ويا عم، جزاك الله خيرا ما سمعتك. أنت الآن بتدعو الناس إننا نتأدب وما نسيب زول، صح؟ صح ولا ما صح؟ طيب أنا الآن داير أجاوب لك بكل أدب واحترام، أنت برضو احترمني واسمع كلام، يعني نفس النصيحة نصحتني ليها أنا برضو بوجهها لك أنصحك بها. تفضل اقعد أجاوب لك. قال الله تعالى: كنتم خير أمة
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يعني شنو تأمرون بالمعروف؟ زول قال يا ناس صلوا، ده أمر بالمعروف. يا ناس وحدوا الله، ده أمر بالمعروف. يا ناس اتصدقوا على المسكين، ده أمر بالمعروف. يا ناس أدوا الزكاة، أمر بالمعروف. يا ناس حجوا البيت الله الحرام، أمر بالمعروف. طيب ده واحد انتهينا منه. زول قال يا ناس مثلا جاء في أي حتة قال يا ناس أوي مثلا ما تشربوا خمرة، ده نهي عن شنو؟ المنكر. زول قال يا ناس أوي مشى في الخلدان لقى ناس قاعدين برا هناك قال لهم ما تزنوا، ده نهي عن شنو؟ منكر. جاء زول تاني قال لهم أشربوا خمرة، أشربوا خمرة، ده منكر ولا ما منكر؟ جينا قلنا الزول اللي قال أشربوا خمرة والزول اللي قال أزنوا كلامه باطل، ده نهي عن منكر ولا ما نهي عن منكر؟ نهي عن منكر. يلا في منكرات غير الخمرة والزنا، في ناس بيكفروا المسلمين، لما نجي نقول النازل على باطل ده نهي عن منكر ولا ما نهي عن منكر؟ نهي عن منكر ولا ما منكر؟ نهي عن منكر. الناس ذيل فلان وفلان وعلان، واحد سيد قطب كفر المسلمين كلامه ده منكر، ليه؟ الناس بيسموا ده سب، ده ما سب، ده نهي عن منكر. حتة الحتة دي. لكن في بعض الناس معلش، في بعض الناس الواحد بيكون متعصب له ولراجل ما يرضى الكلام فيه، حتى لو الراجل ده سب الصحابة ذاته ما يرضى الكلام فيه، وده المنكر ذاته. يا ناس ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ناس سبوا الصحابة نقول له جزاك الله خير، زي محمد مصطفى عبد القادر ده ما سب، هو السب ما نحن، هو ما نحن. عرفت؟ ده واحد. عرفت كلامي؟ نمرة اثنين، زي زول سب نبي الله موسى عليه السلام، انت رايك شنو؟ هسه لو زول سب ابوك بترضى؟ ما بترضى، ما بترضى. زول سب نبي الله موسى اللي هو احب لنا من ابهاتنا وامهاتنا، ليه نرضى؟ زي سيد قطب عبد الحي يوسف جمدح سيد قطب السب الانبياء، اهلنا خليه؟ والله ما نخليه، وده ما سب. عرفت كلامي؟ هاي ده ما سب، ده ما سب. عرفت؟ ده نمرة اثنين. نمرة ثلاثة يا جماعة، وآخر حاجة، الكلمة اللي قالها عمنا جزاه الله خير، ونحن أكبر دليل إنه صدرنا واسع، أي زول حتى لو دار يعترض علينا، والله لو دار يشتمنا، وأنتم ما أهل للشتيمة، أنتم ما أهل للشتيمة، لكن فرضا لو زول دار يشتمنا بنديه المايك ونسمع له بصدر واسع وبنرد عليه من الكتاب والسنة، الناس تقبل الردة. فأخونا ده قال كلام عمنا جزاه الله خير، قال إذا رأيت الرجل تخرج من فمه رائحة الخمر قال فما تقول مخمور إلى آخره، لا بنقول مخمور. وذول طلع من خشبه رائحة خمر، يعني ده حيكون جوا عنده في شنو يعني؟ فعشان كده الشريعة عليها بشنو يا جماعة؟ على بالظاهر. نحن عندنا زول جه خرب الدين، والله بنقول محمد ود احمد خرب الدين، لو القبيله الغريه كلها زعلت، نحن بنرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. فرصه مفتوحه لاي زول، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. حقيقه الناس دي يعني اشبه بفرقه كوميديه، ناس ما بتيجي بس يعني ما لها دعوه ولا لها دين ولا لها دين يعني. الله اكبر. انا عندي سؤالين يعني بالنسبه للرده. ربنا قال في الكتاب يعني ومن شاف اليوم ومن شاف اليكر ثاني لا يكره بالدين، عنده ورونا في الآية دي الحظ وشنو يعني، ثم ثاني يعني الخروج عن الحاكم، قلت الخروج عن الحاكم لا يجوز، إذا كان الخروج عن الحاكم لا يجوز فما هي عقوبة من يخرج عن الحاكم؟ جزاك الله خير. السلام عليكم. نجاوب على هذيك ولا هذيك أول؟ على كيفك؟ لا خلينا. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شكرا للشيوخ، اللهم اجعلها في ميزان حسناتهم. عندي عدة أسئلة. تفضل تفضل. طيب أول حاجة، ما صحت حديث ويح ابن عمار تقتله الفئة الباغية؟ وما هي الفئة الباغية التي قتلت ابن عمار؟ طيب وما صحت حديث
لما تابعوا علي تابعوا علي وعلي وزبير بن العوام، هل في صحه من ذلك؟ قال له هو الا تسكن؟ قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تحبه يا علي؟ قال له والله احبه. وقال تقاتلنه وانت له ظالم. ما صحت هذا الحديث. طيب عندنا ثاني كلام عن الاخوان المسلمين بصفه عامه. الاخوان المسلمين الشيوخ جزاهم الله خير اسهبوا في كلام كثير عنهم وضللوهم. سيد غر وحسن البنا وترابي والسنوز ما في فرق، يعني كل الشعبين وكل اخوان المسلم النازل كل اخوان المسلمين الذين قالوا عليهم ضلاليين. طيب نحن بنسال ما زلنا بنسال من عمر يعني وما زال من ضمنهم. وقبل كده انا سالتك السؤال ده، عندنا مثلا بدل غايب، انت بدل غايب تعرفه؟ دجال بدل غايب ده رجل دجال، رجل ساحر دجال قاعد يسهر في القنوات وبينشر دجله في القنوات والناس قاعدين ينشروا له في الصحافه بينشروا له وفي القنوات المرئيه والمسموعه بينشروا له. انا سمعت له كلام في اليوتيوب دلوقتي مسجل ومسجل في واحده من القنوات وعلى ما اعتقد الصحفي عادل سيد احمد سأل بدل غايب يا بدل غايب علاقتك بعمر البشير شنو؟ قال له علاقتي بعمر البشير انا لقيت عمر البشير قعدت معاه وتمنيت معاه وعندي به علاقه لدرجه انه قلت له يا عمر انا ممكن اجيب لك عسل من حيث لا يوجد عسل في البيت انا اجيب لك عسل. قال له وريني عسل. قال له جيب لي حله كبيره. جاب له قدر كبير وقال له غمد عمر غمد. الكلام ده قاله بدل غايب ما قلت انا ومشوف القناه بتاعت في اليوتيوب موجود وفي الدرام موجود. قال عمر غمد فدام قدرت ملا عسل قدرت ملا عسل. فقال له يلا خلاص فتح لقى القدر مليان عسل. قال يا اخي انا ممكن اكل منه عمر حسن. قال له والله طولت من العسل ده وقدر ما اكله بيأثر معي بدل غايب. قال له لا اكل من العسل ده ما ينفع. عمر بعض ابتسامه قال لي بدل غايب قال انا والله سمعت في العسل ده كنت مطول منه جدا وما ضراني. طبعا ده عسل بدل غايب. طيب طبعا احنا سمعنا الكلام ده كله كفر لانه دجل سحر. لو ما في كفر في السحر او في الدجل اذا ما في كفر ثاني. طيب احنا لدي الوقت دارين اثنين يعني عمر كونه رئيس الجمهوريه ما طلع بره قال انا سوي والله الكلام ده ما قلته. اقول لكم هذا الغايب تجيبه حاكم الزود ما قلت الكلام ده. وجينا بل ينكر يقول انا فعلا ما قلته. يجي عمر حسن يقول هذا حاجه مني ما في حاجه اولى. الحاجه الثانيه بما ان عمر ما جاء قال الكلام ده انا ما قلته. هل بيطلب توبه؟ هل عمر بيطلب توبه يعني في الحته دي؟ طيب ده سؤال ها؟ طيب المهدي المنتظر محمد احمد المهدي ده سؤال رابع. المهدي طبعا معروف بدأ وعدو. هل محمد احمد المهدي ينطبق عليه الحديث الشريف وتنطبق عليه اوصاف المهدي؟ هل مثلا هو لا النسب احنا ما دعينا طبعا فيه وده مش قلنا، لكن هل قوي عليه بين الصفا والمروه؟ محمد احمد المهدي هل صلى خلفه عيسى بن مريم عليه السلام ولا هو مدعي المهديه فقط والدين بريء منه؟ نعم والله جزاك الله شكرا جزيلا. جزاك الله خيرا. بس يختصر يا اخونا لاخص كلامك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من اهل الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحقيقه اخونا يبين له سائل فهم يعني في كون احنا عصبيه لجهه محدده احنا والله يكفينا كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وما دارين غيره. لكن أنا لما وجهت له سؤال قلت له أنت كنت مع الفرسونة وانسلخت منهم حدد لنا الموقف بتاعك عشان ما تقول أنت عصبية، احنا ما عصبية ولا تابعين لجهة ذات محددة. لا يعني ما قال أنت عصبية، قال بيقولوا عنا يعني. ما خلاص هو يوضح لنا صح. وبعدين هل ابن عثيمين وابن باز وعلماء المدينة هم أنصار سنة ولا سلفيين؟ وضح لنا ذلك جزاك الله خير. طيب جزاك الله خير بارك الله فيك. طيب عندك سؤال؟ تفضل. عليك السلام. تفضل يا عم دي كرسي. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله. هل في الدين خبر الناس النميمه صح او غلط؟ نعم لو الشيخ او عن قال او صار او
من حسب أبشي 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 لو النميمة حرام لا إنت ما ولا رح يصير حرام أبشي ولو النميمة حلال أبدلين عنها نعم أبشي جزاك الله خير. طيب عمنا جزاه الله خير. أنا أبدأ بسؤاله لأنه أكبرنا سنا والنبي عليه الصلاة والسلام قال كبر يعني أبدأ بالكبير وبعدها أجي لأسئلة الإخوة والشباب. مسألة النميمة والغيبة حرام، قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام. طيب فالأصل النميمة حرام ومن الكبائر، والغيبة حرام ومن الكبائر، الكبائر مش من الصغائر. لكن العلماء الفقهاء استثنوا 6 أنواع من الغيبة الجائزة الحلال يعني. قالوا عشان أقرب لك الفهم، قالوا نمرة 1 التظلم للقاضي عندك، والله يزيدك خير ويزيدنا كلنا، عندك بهايم، عندك شنو؟ بهايم مثلا يعني، جاء واحد قام سرق منا 10 بهايم 10 بقرات ومشى وانت شفته قبضته مشيت القاضي، هل بتقول للقاضي فلان ده معلش ما انت فلان ده سرقني فلان ابن فلان والذي غيبة ونميمة وحرام بتخليه يزوغ بالعشرة بقرات؟ سؤال ليهم ها؟ بتجيب اسمه ولا ما بتجيب اسمه؟ بتجيب اسمه، بالله بتجيب اسمه في البقرات ما تجيب اسمه في دين الله؟ في ناس سرقوا دين الله ده شت وضللوا الناس، لما نجيب اسمه يبقى حار، ما صحيح، غيبة نميمة حرام ما بنرضى. لو زول سرق 10 بقرات نجيب اسمه ليه جده السابع؟ 10 بقرات يا ناس. إذن العلماء قالوا هنا غيبة، لكن غيبة شنو؟ انت اضطريت لها لابد تقولها وحلال. في نوع ثاني قالوا في الدين زول عامل فيها شيخ ورباله دقن عامل فيها مولانا وعمل له عمة وقاعد في التلفزيون يكذب على المسلمين، دار يدخلهم نار جهنم، مش 10 بقرات، نار جهنم دار يوديهم، نقول الزول ده مجرم والزول ده ضال وما تسمعوا كلامه يا مسلمون ولا نسكت؟ يعني في 10 بقرات ما سكتنا، هنا نسكت يا جماعة؟ ما نسكت. العلماء قالوا دي جائزة بل واجبة ذاته، لأن ربنا قال والآية ذكرها شيخ أحمد لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ده الموضوع. طيب بناء على ذلك، بناء على أنه الغيبة في الدين من أجل الدين ما حرام، نتكلم عن هؤلاء عن هذه الأسئلة وعن بعض الناس. نمرة 1 قال السؤال الأول قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قال ده يتكلم عن الردة، يعني الآية دي أنا فهمت من كلامه الآية دي يجوز الإنسان يرتد عن الدين، الدليل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا، الردة بتودي جهنم، تودي جهنم ويتخلد في نار جهنم. زول كفر من الدين، كان مسلم وكفر، أول حاجة يقتل لقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن بدل دينه فاقتلوه، الحاكم يقتل ما نحن. نمرة 2 لو مات على الكفر ربنا قال فأولئك أصحاب النار هم فيها شنو؟ خالدون، يخش جهنم. يبقى الردة في الدين ما ممكن تكون تجوز أصلا. أما الآية فمن شاء فليؤمن أقرأ من البداية بس تعرف معناه، ربنا قال وقول الحق من ربكم، وري الناس الحق، ده حق بوديك الجنة وده باطل بوديك النار،
بعد ذاك بعد ما وريت الناس الحق وبينت لهم الحق من الباطل، واحد قال انا داير الباطل داير امشي جهنم داير الكفر. ربنا قال ومن شاء فليكفر، بعد ما تبين لهم الحق. ده معنى الايه. الايه ما قالت ابقى كافر، قالت وقول الحق من ربكم فمن شاء، بعد ما تقول الحق وتوريهم الصح من الغرب، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ده المعنى. سأل السائل أخونا عن الخروج على الحاكم المسلم. لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج على أميره، أميره خلي عمر يقول من خرج فضل، لا والله يقول لا أنت الكبير أقعد 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 بعدين أديك أقعد ما يقعد، لا يقعد أنت الكبير أقعد يا عمنا أقعد أقعد. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو في صحيح مسلم؟ قال من خرج على أميره قيد شبر قدر شبر، يخرج على الحاكم فمات فميتة جاهلية. ده كلامنا يا جماعة، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. في ناس واتمنى انه ما يكونوا معانا هنا، في ناس في الكرة الأرضية دي بيكذبوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدقوا كلام رئيس الحزب. يقول لك والله الترابي قال اخرجوا، يا اخي الرسول قال ما تخرجوا. يقول لك لا 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 لا، شيخنا قال. في ناس يكذبوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدقوا كلام شيخه. ما نرد عليه؟ ما نقول كذابين؟ ما نقول كلامهم ده باطل؟ نقول طيب طيب. قال الفئة الباغية، بس أجاب على أسئلته دي، وحديث تغتلوا الفئة الباغية، وحديث وأنت له ظالم. الكلام ده عمار تغتلوا الفئة الباغية وغيره حديث صحيح، لكن معنى الباغية ما معناته مجرمين، معناته خالفوا الصواب، وكان الصواب والحق مع علي، يعني علي كان أصواب 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 من هؤلاء. ده الموضوع كله أصواب من هؤلاء، يعني من الفئة الثانية. ده معنى البغي هنا، لكن ما معناته ناس معاوية ناس كعبين، ولا معناته ناس مجرمين، لا والله. بل معاوية رضي الله عنه من كتاب الوحي، ربنا يختاره من السماء ليكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون ذو الكعب؟ معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين، كيف يكون ذو الكعب؟ معاوية رضي الله عنه وأرضاه وأدخلنا الجنة في زمرته رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال معاوية في الجنة، في الجنة في حديث البخاري قصة المسلم وأم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها وارضاها، حديث البخاري وفي صحيح مسلم. أنا أخلي شيخ أحمد يواصل، أنا بس حالي تعبان، اسمع سؤالك وواصل. طيب يا مولانا، أنت قلت الكذب، قلت النميمة، اسمع يا مولانا، قلت النميمة بصح يجوز في أشياء الرجل خاص تقديم الصفحة وتكتيب الكتابية وطيع الله ورسوله، الحاكم تطيع الله ورسوله، هل حاكم ولا ما أطيعه؟ تفضل اكتب عليه بس اكتب عليه. طيب كتاب رياض الصالحين باب، جزاك الله خير، باب ما يجوز من الغيبة، كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، كتاب معروف للإمام النووي عليه رحمة الله، باب ما يجوز من الغيبة. نعم، ربنا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم، جزاك الله خير.
جزاك الله جزاك الله خير بارك الله. طيب يسأل بيقول في بعض الأسئلة أيوة قال الأخوان المسلمين ده أخونا القبيل قال انتو انتهيتوا منهم تب نمرة واحد سؤال يا جماعة بسيط جدا هل ربنا سبحانه وتعالى أباح لنا نعمل أحزاب أنا الحزب الفلاني وعمنا ده الحزب الفلاني وأخونا إبراهيم الحزب الفلاني هل الكلام ده بيجوز ولا حرام حرام الدليل شنو قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة يعني أحزاب لست منهم في شيء وقال الله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة يعني أحزاب كل حزب بما لديهم فرحون هكذا قال الله سبحانه وتعالى نمرة اثنين يا جماعة جماعة الإخوان المسلمين جماعة خالفت الإسلام الصحيح شيخهم حسن البنا قال أنا صوفي وبحضر الحضرة النبوية وهل لا ما انت لسه هزيلتك جاي أنا ما أعرف واحد سأل ما انت سألته ثلاثة أشخاص واحد يتكلم عن الأخوان المسلمين المهم ده الجواب فحسن البنا قال أنا صوفي وبحضر الحضرة النبوية يعني شنو الحضرة النبوية قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات بيجي يقعد مع الناس يحضر المديح والنوبة والذكر وده باطل لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات ربنا قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال أما بعد فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت نعم أما مسألة بل الغائب وعمر البشير وما عمر البشير هي قصة حكاها أخونا ده الله أعلم بالصواب قال أصبر أنا سمعت قاطعتك عليك الله قاطعتك خلاص أصبر من الأدب يا جماعة أنا ما قاطعتك تسمعني ولا ما يوجد يا ناس طيب قصة حكاها أخونا ده جزاه الله خير قال لقاه وين في يوتيوب في غيره لقاه احنا ما لقينا لكن هو قال لقاه انه بل الغايب وجاب عسل للبشير وشرب العسل وبقى شبعان وما عسل ما شرب زيه الى اخره الى اخره خلاص وقال ده ما كفر اول حاجه انا ما بحكم لك على حاجه اقول لك ده عمر البشير كافر ولا ما كافر وانا قصتك دي ذاتها ما اعرف اجيبها من وين ده واحد نمرة اثنين نمرة اثنين النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث ما يجوز حرام تتكلم في الحاكم ولي الأمر تتكلم فيه في الملأ بالذات الحاكم حتى لو عمل غلط ذاته الحاكم بالذات بيختلف من باقي الناس بيختلف مني أنا من عمنا ده منك أنت منو قال قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له من أراد أن ينصح لذي سلطان حاكم فلا يبده علانية ولينصح فيما بينه وبينه فإن قبل فذاك وإلا أدى الذي عليه ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام فحرام تقول البشير وما البشير والفعل بتاعه ده كفر ده حرام والله وما خايفين لا من البشير لا من غيره خايفين من رب البشير
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء وحي من ربنا قال الكلام ده حرام. أما بل الغايب ده ما حاكم ولا سلطان، ده زول دجال منحرف، زول عقيدة كفرية. ده الموضوع. سأل عن المهدي المنتظر، هل هو المهدي ده الظاهر في السودان؟ لا، ما هو ليس هو. ليه؟ لما روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المهدي مني ومن أهل بيتي من ولد فاطمة يواطئ اسمه اسمي، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبي، يعني ابن منو؟ عبد الله. دي أول حاجة بيخالف فيها المهدي. قال من ولد فاطمة، دي ثاني حاجة. نمرة ثلاثة، قال يملأ الأرض عدلا، الأرض كلها مسودا كلها بعدما مليت جورا وظلما. ودي نمرة ثلاثة ما بتنطبق في منو؟ في المهدي البتاع السودان. فداك ماذا؟ لأنه داك لسه ما زمنه ما جاء، ما ظهر. ده الموضوع. في أخونا هنا أظن أنصار سنة وقال إنه ما هو قال، هو قال طيب كويس. ما أنت ده السؤال بتاع أخونا ده. طيب ما أنصار سنة قال يا أخي أي نعم ما في مشكلة، أنا ما داري أجاوب ليك، داري أجاوب ليك أنت ميل. شوف كلامي ده بعد ده كلام حق ولا باطل؟ إذا حق شيله، إذا باطل ارمي له فيه وشيله. أصبر. طيب سأل سؤال قال إنه نحن أصبر، أخونا ده قال نحن كفانا الكتاب والسنة ما متعصبين لأحد. ده كلام طيب وكلام سمح، جزاك الله خير. لكن هو قاله جوابا أو ردا على كلامه شيخنا الفاضل أحمد البدوي حفظه الله. أحمد البدوي بيّن أباطيل وقعوا فيها جماعة أنصار السنة، الجناحين، جناح أبو زيد رحمه الله وجناح شنو؟ الهدية رحمه الله تعالى. إنه ديل بيكرموا الصوفية ويمشوا للكباشي ويمجدوا التصوف، وده باطل يدل دلالة واضحة إنه جماعة ديل انحرفوا عن المسلك الصحيح. الزكاهم عليه بن باز والزكاهم عليه الألباني، ده لما زكاهم ما كان بيسووا زي ده، ما كان بيسووا زي ده. أما جناح أبو زيد بجاي خدوا يدهم في يد التكفيرين. أبو زيد ذاته رحمه الله ما صلى على بلاد وأصنع على بلاد رأس التكفير والهجرة في الوطن دي، فده باطل. نحن زي ما بنرد على الصوفية ونقول كلام الصوفية باطل، والله برضو الرد على أنصار السنة ونقول كلام باطل، والرد على أي زول وقع في باطل، لأن الباطل باطل من أنصار سنة، من صوفي، من أخو مسلم، من أي زول، الباطل باطل، ولا نجامل في ذلك أحد. ربنا قال ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيها ناس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة وليلة الجمعة صلاتكم تصلي يوم الجمعة وليلة الجمعة. حديث ده الحديث ولا ما حديث؟ واحد الصوفية ناس لا ماشي على بعض. والله يعني أنت قاعد قدامي والوراك، أنا الصوفية بعرفه وبعرف حقيقته. هل إنسان لو بقرر القرآن كويس بيعالج المرضان بدي الكسرة بدي الملاحة، انت عديل النقطة بتاعت باطل عشان احنا نستفيد منها، مش تحزم عليه انت رسولنا باطل او الوصية باطل. انا لما بتك الغيبة دي، الغيبة تحكم على الانسان، هو الانسان الشيء ما فيه
لو فيهم انت تحكم عليهم وتقول لي قدامهم ما ورا. انا والله قدامك مش معك لا يوسف في دارك الكباشي فغير الكباشي. اي كلام تقول له يا رجل سلام عليك الكلام ده باطل. كويس؟ كويس؟ تقول له الكلام ده باطل. انا والله من بكره اتفضى معك سبع يوم. اي مسجد دايره انا بعرف المسجد انا صوفي. نعم. وبرضه صوفية. نعم. اللي كلمه. انا اهل صوفية لما قمنا لقيناهم بيعملوا وقال مش بربنا بزع ربنا سبحانه في رمضان ده عدوا الجيعان بمشي بيوقفهم عدوا في مشكلته. لكن الكلام اللي بيقول في الجوامع ده يا مولانا الجامع بعرف الجامع ده بعرف صوفي. الجامع ده بني الصايد. ما بنيهم هذه ولا بني قبيلتك انت جديد. لا حاجات قلتونا قبائل جديدة خطونا هاي قبائل دينا خطونا بأسا قدمية قبيلة كل يوم حاجة إلا قبيلة جديدة. أنا برجع وبرجع أنا والله كنت نايم كنت نايم أبتكر كم تكلم الأخ أحمد ده المكي يا أخي رجع خاص. أول المؤمن قال لي يكون معان ولا يكون طعان. المؤمن يكون رجل رجل مرن عشان الناس مط. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كنت حول غليظ القلب ناس ردت حولك. الرسول ده قال قوم ما قولك ما قولك قال كنت غليظ القلب وانا اتفضل حولك. نعم. راجع خاص. لو انت جاء قدامك انا ولدك قال لك يا زول انت بعد قدام ولدك هل صح؟ صح؟ لا. صح؟ لا. ما تحكم على الباطل. انت اسمك منو؟ انا داري اجاوب لك. لا انا كويس منو؟ انا من بكره بتفضل معك سبع يوم. سبع يوم. وان كان ما عندك المصاري ما صورك. نمشي لاي زول قدامك تقول له يا رجل انت باطل وعملك ده باطل وراجع خاص تجيبني. انا والله بتبعك انت. لكن الرجاء خاص الذي خلقته صوفية وصار سنة فيها والتكفير ويا رب سبحانه كل ذنبة ما تجرح الناس. الناس الجرح ما سمع. أول أنت الرجل طيب لو قلنا لدينا كلام شين ما بترضى ونحن اللي بنسمع بترضى والله ما نقول فيها خليلك 37 تتحدى يدور في الكرم تعطيه نحن الرجاء خلاص أكفي لنا باب الصوفية باب صار سنة باب الكلام العذاب كلمنا الله ورسوله قال نحن محتاجين محتاجين لتبتلنا من الجمال للوضو كلام فقه ونحن الجامع ده اللي لا يعلم ان كنا بنعمل شنو يقول ان كنا بنعمل كنا الجامع ده خط احمر نتكلم لا عن شيخ عن قال نتكلم عن الله ورسوله طيب. وصلوات الخمسه بس الموضوع ده قبلنا عشان احنا نكون سامحين كده طيب طيب عمنا عمنا قال كلمه جميله في وسط كلامه انا در ابدلوا منا الجواب لانه طلب منا اجاوب له قال انت تكلمت عن الصوفيه واغتبتهم انا صح تكلمت عنه فقال وريني شنو الباطل عشان احنا نعرف يا ما توريني حسدي امش قدامه تقول علي قدامه كويس يا زول انت باطل والليله ايه يا اخي صل على النبي صل على النبي انا عشان انا قلت لك ما احترامي لك ما نمشي يا غالي انا والله كنت نايم نعم وبكره الكلام مش اخلق وبكره الضيف يكون ما ازعلك الرجل خاص انا قلت لك نمشي لزول ده قدامه سلام عليك يا شيخ كان دجال وكان اسلامي يا رجل كلامك ده باطل وكاذب وانا من الناس اللي يكون معاك من يوم هذا اكون معاك نبدا من اي ذول هنا أبشي. ونمشي غادي طيب لكن انت انا اتكلم اتكلم قال عمنا دقيقه بس دقيقه اصبر عمنا قال ما بيحب يزعل الضيف بيكرم الضيف وانا نعم نعم انا عارف الكلام ما مجامله لي طيب من اكرامك لي انا لا داير قروش لا داير اكل انا عندي سؤال واحد عشان انا استفيد من عمنا وشيخنا والناس الزفيد من كرامك لي بس عندي سؤال واحد اسمح لي به ممكن؟ تفضل قال اي حاجه الحديث عن الرسول لا لا القران عن القران اي حاجه ما جات في القران يا جماعه ايوه اي حاجه عمنا ده ما بيها بالقران ما بيها اي حاجه يا عمنا اي حاجه يا عمنا انا بسال عمنا جزاه الله خير اي حاجه ما جات في القران حق ولا باطل؟ باطل باطل مش هنا؟ باطل جزاك الله خير. أي حاجة ما جت في القرآن باطل. طيب نحن دايرين الصوفية وين في القرآن؟ طيب الصوفية في القرآن وين؟ الصوفية الذول نحن فهمنا الذول بقالوا القرآن القرآن لا في آية فهمنا معلش في آية قالت أبقى صوفية لا تصور ده ما في القران ما انا ما متابع القران عشان اقول لك انا ما برد لك شيء ما بعرفه يا شيخ انا قلت لك اي رجل بتاد الناس نحن عندنا ده مؤامره من بلدنا معنا عشان نقفل يا عزيز انا قبل كده جيتنا قبل جيتنا انا قلت لك نقفل السؤال ده عشان ما نخش غادي يعني نعم عشان ما نخش احنا كذبنا
إذا يا جماعة إذا في القرآن زي ما قال عمنا في القرآن ما في، طالما في القرآن ما في معناته باطل ولا ما كده يا جماعة؟ ما في آية قالت ابقوا مع الحزب الفلاني ولا مع الطريقة الفلانية ولا مع الجماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، لا جماعة ولا طريقة ولا طريقة ولا غير. ما هي ما في القرآن صوفي يا عمنا كل مرة صوفي خليها. لو أنا ما جعل القرآن والسنة بقى بقايا بعالي بالقرآن وقلت لك بقيم مع ناس ومشكلته انت انت بشمئنا مالك. نعم لا كلامك صحيح. اولا اولا ده اول كلام والله والله ما احترامي اللي قال والله يا عم انا بس انا عندي تعليق بسيط. خلي القلب خلي القلب صلى الله عليه وسلم تفضل عليك انا في الاباضه قالوا بقول لك اللي بقول لك عليك احترم احترام بقول لك في الاباضه في الاباضه امشي الله يرضى عليك في الاباضه الله يسلمك الله يخال اجيب يا شباب كم شيء تمام انت ترجع اسمعني السيد الهزول يا ولدي ده ده احترمنا كل سنه جزاكم الله خير. انا غايته كلامين ده اللي كان شيخ احمد عنده كلام.